مركز العمليات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقالما يستقبل يوميا المئات من المكالمات من طرف مستعملي الطرقات، سواء للاستفسار عن حالة الطرقات أو طلب يد المساعدة والعون. هناك انغلاقات وانسدادات متكررة للطرقات الوطنية، منها الطريق الوطني رقم 20، الطريق الوطني رقم 80، الطريق الوطني 81، والطريق الوطني 21، وكذلك الطريق الوطني 102.